نشرة السابعة من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. حرس الثورة ينشر صورا تثبت زيف الادعاءات الأمريكية بإسقاط طائرة مسيرة إيرانية. طائرة مسيرة تستهدف موقعا للحشد الشعبي في أميرلي شرق صلاح الدين، والقوات الأمريكية تنفي مشاركتها في الهجوم. تكرار اعتداءات المسلحين في درعا يضع التسويات المبرمة أمام تحد حقيقي. نحن لاجئين ولسنا أجانب، هذا هو الشعار الذي رفعه اليوم الشباب الفلسطيني اللاجئين الفلسطينيين في كل مخيمات لبنان. استمرار التحركات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان رفضا لإجراءات وزير العمل بحقهم، وموفد لهنية يجول على المسؤولين. قبل ساعات من نهائي أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال، آمال الجزائريين كبيرة على إحراز اللقب. بث حرس الثورة الإسلامية في إيران صور تضحد ما وصفه بالادعاءات الأمريكية بشأن إسقاط طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز. الصورة أظهرت مشاهد التقطتها الطائرة الإيرانية المسيرة لعدد من البوارج الأمريكية من بينها البارجة بوكسر قبل وبعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إسقاط الطائرة الإيرانية. هذه هي الصور التي بثت قبل قليل والتي بثها حرس الثورة للطائرة المسيرة الإيرانية التي ادعى الرئيس الأمريكي بأن حاملة الطائرات قد أسقطتها، وهذه الصور كانت تعرض قبل قليل بالتوقيت كما تلاحظون على الشاشة، وهذه حاملة الطائرات بصور قريبة من المسيرة الإيرانية في مياه الخليج. معي مباشرة مدير مكتب الميادين في طهران ملحم ريا. ملحم، الأجواء في إيران أو ماذا أرادت إيران أن تقول من خلال هذه الصور؟ كمال، في الحقيقة قبل ساعات كان هناك بيان لحرس الثورة، خلال هذا البيان أكد بأن هذه الادعاءات الأمريكية بإسقاط طائرة إيرانية مسيرة في المياه الخليجية هي ادعاءات كاذبة ومضحكة، وبالتالي تأكيدا لحديثه ولنفيه لهذا الخبر الأمريكي قال بأنه سينشر صور، وهذه هي الصور التي نراها الآن لتأكيد زيف الادعاءات الأمريكية كما يقول حرس الثورة. بالتالي الرسالة الإيرانية في الحقيقة من هذه الصور واضحة، أولا تكذيب هذه الادعاءات الأمريكية بإسقاط طائرة إيرانية في المياه الخليجية، هذه نقطة. نقطة أخرى هي محاولة حقيقة واضحة للتأكيد على القوة الإيرانية، على القدرة الإيرانية في رصد وفي التحكم إن جاز التعبير والإشراف على القوات الأمريكية في المنطقة. ليست المرة الأولى كمال التي نرى فيها هذا صور من قبل الطائرات المسيرة الإيرانية. كان قبل أشهر قليلة تقريبا كان هناك صور عرضتها وكالة تسنيم من حرس الثورة لطائرات مسيرة، وكانت حقيقة صور دقيقة للغاية تشير إلى أن تقنية التصوير المستخدمة في الطائرات المسيرة كانت تقنية عالية جدا، كانت لإحدى حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة. وأيضا قبل ذلك بعدة أشهر عرض التلفزيون الإيراني من خلال فيلم وثائقي على جزئين صورا لحاملات الطائرات للبوارج الأمريكية وغير الأمريكية في المنطقة، مأخوذة هذه الصور من طائرات استطلاع أمريكية. إضافة إلى ذلك عرض تسجيلات صوتية لجنود أمريكيين يتحدثون باللغة الفارسية مع عناصر حرس الثورة وقد أجبروا على ذلك، وهذا الأمر يعني قالوا أكثر من مسؤول في حرس الثورة ومنهم القادة البحريين في الحقيقة بأنهم أجبروا القوات الأمريكية على تعلم اللغة الفارسية للحديث مع عناصر حرس الثورة في المياه الخليجية عندما يريدون أن يعبروا مضيق هرمز.
وليس باللغة الإنجليزية. وهذه نقطة مهمة على كل حال. أما بالنسبة بالعودة لهذا الموضوع في الحقيقة نحن بانتظار يعني الصور أيضا التي من الممكن أن تعرض من الجانب الأمريكي. هناك حديث إعلامية باحتمال عرض صور أيضا من قبل البنتاغون تشير إلى موضوع إسقاط الطائرة وما إلى ذلك. ولكن هذه الصور التي تابعناها قبل قليل على الشاشة هي موثقة بالتاريخ إذا لاحظت. صحيح. يعني التاريخ والساعة. وبالتالي أريد الإشارة من هذا الموضوع من قبل قوات حرس الثورة بأن هذه البارجة كانت مرصودة قبل الادعاء الأمريكي، وأيضا حتى بعد الادعاء الأمريكي تم رصدها، وبالتالي لم تسقط أي طائرة إيرانية، إنما هذه الطائرة التي يتم الحديث عنها من قبل البنتاغون ومن قبل البيت الأبيض، هذه الطائرة عادت إلى قاعدتها بسلام واستلمت قوات حرس الثورة هذه الصور ونراها نحن الآن على الشاشة. ملحم يعني إذن أولا دعنا نثبت هذه الصور، هل تعتبر دليلا قاطعا على أن الولايات المتحدة الأمريكية أن قول الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي أن أسقط طائرة مسيرة إيرانية غير صحيح؟ في الحقيقة هذا ما أريده من نشر هذه الصور، التأكيد على أن الكلام الأمريكي غير صحيح مطلقا. أما فيما يتعلق بهل هذه الصور التي عرضت فعلا تشير إلى هذا الأمر، هذا الأمر متروك للخبراء العسكريين، هم الذين يقيمون هذه الجزئية بالتحديد، هل هذه الصور فعلا بما عرضت. يعني أنا شاهدت الصور حقيقة وجدت بأنه هناك أرقام على هذه الصور. طبعا أنا لست خبير بهذا الموضوع ولا أفهم كثيرا به، ولكن عندما تعرض هكذا صور بالأرقام يعني تعني شيء، لابد أن تعني شيء حقيقة. الخبراء العسكريين هم الذين يستطيعون أن يدلوا بدلوهم في هذا الأمر ويؤكدون من خلال هذه الأرقام التي عرضت على الشاشة وهذه الرموز التي تعني حقيقة أشياء معينة في التقنية. طيب اسمحنا التصوير أو التقنية العسكرية، اسمحنا هذه تدل على صحة هذا الكلام أو لا؟ ملحم تبقى معي إذا سمحت ونشرك معنا الخبير العسكري العميد الياس فرحات معي مباشرة من بيروت لمزيد من الإيضاحات في الجوانب العسكرية. سيادة العميد حياك الله بداية، كيف تعلق على هذه الصور التي عرضها حرس الثورة نافيا فيها الادعاء الأمريكي بأنه أسقط مسيرة إيرانية فوق المضيق؟ يعني من الواضح أن إيران تمسك بملفها بشكل جيد في هذا النزاع مع الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا في الأمور العسكرية والميدانية. فعند أسقاط الطائرة يعني تأكد صحة البيانات الإيرانية، وهناك كان تردد أمريكي ثم اعتراف، بالإضافة إلى أن الإيرانيين أضافوا أنه كان هناك طائرة أخرى تقل 38 جنديا ولم يسقطوها، أقر الجانب الأمريكي بذلك والرئيس ترامب أشاد بهذه الخطوة من طرفه أيضا. أما اليوم فمفاجأة كانت هي أن الرئيس الأمريكي شخصيا أعلن عن إسقاط طائرة من دون طيار، فجاء نفي الإيراني على لسان وزير خارجية ومسؤولين آخرين، ثم جاءت المفاجأة أن هذا النفي أرفق بصور يعني التقطتها طائرات إيرانية للحاملة بوكسر التي مبدئيا دخلت إلى الخليج وهي يعني من القوة البرمائية، مجموعة البرمائية الأمريكية التي تدعم وتعزز حاملة طائرات براهام لينكولن في الخليج. أعتقد أن هذه الصور لو لم تكن متيقنة إيران من صحتها لما كانت أطلقتها بهذا الشكل، لأن الخبراء في البنتاغون الأمريكي سوف يعكفون. يعني سيادة العميد عندما يعلن الرئيس الأمريكي ذلك أو الأمريكيون عموما، ألا يتوقعون بأن إيران سوف تنفي أنها فقدت طائرة مسيرة في مياه الخليج؟ وهل سقط من حساباتهم أن تعرض إيران صور الطائرة؟ طبعا الشق الثاني من سؤالك صحيح أستاذ كمال، لأن لغاية الآن هناك يعني في البنتاغون من لا يزال يعتقد أن إيران ليست على هذه الدرجة من التطور
بحيث أنها تلتقط صورا يعني لكل ما يجري في الخليج وفي منطقة عمليات تحديدا قرب مضيق هرمز وبحر عمان. وإيران يعني مستنفرة وزي عسكرية واضحة في تلك المنطقة، والأمر يفهمه الأمريكيون لكنهم لا يزالون يقللون من قدرة إيران على الإلمام بكل هذه التفاصيل الميدانية وبما فيها الصور وعرضها في الوقت المناسب من أجل إثبات صحة كلام المسؤولين الإيرانيين من وزير خارجية إلى باقي المسؤولين الذين أعلنوا نفيا لوجود طائرة بدون طيار. طيب سيادة العميد، هذه الطائرات المسيرة بهذه الدقة بالصورة، يعني بعض الصور كما التي نشاهدها الآن وغيرها كانت قريبة لدرجة أننا كنا نشاهد الطائرات وحتى الحركة داخل حاملة الطائرات وهذه السفينة التي يتم تصويرها الآن، هذا عسكريا أولا ماذا يعني؟ وهل هذه الطائرات يمكن أن تكون طائرات مذخرة، بمعنى أنه يمكن لإيران استهداف هذه الحاملات من يعني استنادا إلى تصويرها بهذا الشكل؟ هذه الطائرات المسيرة التي تحلق في منطقة العمليات مجهزة بمعدات رصد وتصوير بالغة الدقة وبقوة عالية، ويمكنها التصوير لمسافات على عدة أميال والتفاصيل الدقيقة، وهذا أمر موجود في كل الجيوش في العالم. ويبدو أن إيران عمدت على تطوير هذه الأنواع من الكاميرات وأكثر من استخدامها في منطقة العمليات. يعني هنا يعني جوابا على سؤالك، من يضع كاميرات في هذه الكاميرات طبعا يمكنه أن يذخرها برؤوس حربية ممكن أن تنفجر فوق الناقلة أو غيرها، وهذا ما فعله أنصار الله عندما قصفوا خط أنابيب في ينبع، أو ما يفعله أحيانا في غزة حماس أو الجهاد الإسلامي في بعض الطائرات من دون طيار. طيب سيادة العميد تبقى معي، فقط لدي نقطة أخيرة سأطرحها عليك، لكن قبل ذلك أتوجه إلى ملحم ريا حول التداعيات الممكنة ملحم جراء ما عرضه حرس الثورة ونشاهده الآن، خاصة أنه كان في توتر كبير عنوان الطائرات المسيرة بعد إسقاط إيران طائرة أمريكية، يعني وكأن الملف هدأ قليلا في الآونة الأخيرة، هل هناك احتمالية عودة للتصعيد؟ كمان في الحقيقة الملف يعني لا يمكن القول بأنه هدأ يعني خلال الفترة الأخيرة بشكل كلي، الوضع يعني كان في الحقيقة متأزم، ولو كان على صعيد سياسي أو على صعيد دبلوماسي من خلال العقوبات الأمريكية المتلاحقة التي تفرض كل يومين كل ثلاثة أيام تفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران أو على شركات تتعلق بإيران. أعتقد بالأمس كان هناك عقوبات على ما يعني أتذكر إذا لم تخني الذاكرة بشكل جيد. في الحقيقة كان هناك عقوبات على أشخاص يتعاملون مع إيران، على أفراد يتعاملون مع إيران، على شركات إيرانية ومنهم في الحقيقة شركتين في إيران. على كل حال الملف لم يهدأ بشكل كلي، التوترات لا تزال قائمة، ولكن فيما يتعلق بالتوترات العسكرية إنجاز التعبير في المنطقة، منطقة الخليج تحديدا المياه الخليجية مضيق هرمز، هدأت الأجواء بعد إسقاط الطائرة الإيرانية الطائرة الأمريكية RQ-4 التي خرقت الأجواء الإيرانية وأسقطت في المياه الإقليمية قبل حوالي شهر ونصف. بعد ذلك هدأت الأجواء تدريجيا، بدأ يعني التراجع إنجاز التعبير عن الحديث عن الحرب وما إلى ذلك، ولكن بالنسبة لهذا الأمر في الحقيقة إنه يزيد التوترات، وهذا أمر مفروغ منه، يعني هذا أمر مؤكد. هذه الحادثة وهذا الادعاء الأمريكي بإسقاط طائرة إيرانية يزيد هذه التوترات. لذلك هناك من يقول بأن الأمور في المنطقة إذا استمرت على هذا المنوال على هذا النحو يمكن أن نصل إلى مرحلة يحصل فيها احتكاك، وبالتالي يحصل فيها انزلاق إلى حرب. صحيح أن كلا الطرفين الطرف الإيراني والطرف الأمريكي لا يرغبان بالحرب، ولكن زيادة التوترات بهذا الشكل قد تجبر الطرفين ربما على خطوة معينة إذا حصل احتكاك ما،
وبالتالي نرى بأن هناك تحذيرات، يعني كان هناك تحذير من قبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد الحديث الأمريكي أو الادعاء الأمريكي عن إسقاط طائرة، أيضا كان هناك تحذير روسي بعد الحديث عن إسقاط الطائرة الإيرانية من قبل أمريكا. الكل يجمع على أن زيادة التوترات أو الاستمرار في الوضع على هذا المنوال قد يؤدي في نهاية المطاف إلى حرب. لذلك نحن في الحقيقة أمام وضع متأزم. إيران تقول بأنه نزع فتيل التوتر في المنطقة لا يتأتى إلا فقط من خلال حالة واحدة، وهي عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق الموقع في عام 2015. نعم. الابتعاد عن لغة التهديد والوعيد، الابتعاد عن التحشيد العسكري، لأن نرى أن هناك تحشيد عسكري خاصة خلال الفترة الأخيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال قاذفات B-52، بإرسال حاملات الطائرات وما إلى ذلك. وأيضا الآن هناك حديث أمريكي عن تشكيل تحالف دولي بحجة حماية حرية الملاحة البحرية. وبالتالي ترى إيران بأن هذه الخطوة، موضوع التحالف الذي تريد تشكيله الولايات المتحدة الأمريكية، هذا أيضا يؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة، لأنه لا يمكن ضمان حرية الملاحة من خلال تحشيد عسكري في المنطقة، خاصة نتحدث عن مضيق ضيق جدا يعد يعني في العلوم البحرية، حوالي 50 كيلومتر إلى 30 كيلومتر عرض هذا المضيق. وبالتالي عندما تتكاثر القطع البحرية في هذا المضيق حتما سيزيد التوتر وسيحصل احتكاك بطريقة أو بأخرى. أشكرك ملحم ريا مدير مكتب الميادين في طهران على كل هذه الإيضاحات، وأعود إلى سيادة العميد ياس فرحات في نقطة أخيرة تتعلق باحتمال، ونسأل عنه من الناحية التقنية والعسكرية سيادة العميد بما لديك من معلومات، أن يقول الجانب الأمريكي أن هذه طائرة ثانية، يعني طالما أننا نرى توقيتات التاريخ والزمن و الساعة والثانية، لتقول إيران بأننا في هذا الوقت الذي تم الإعلان فيه عن إسقاط طائرة كنا نصور الحاملة، لكن ممكن يطرح سيناريو أن يكون هذا التصوير لطائرة ثانية أيضا كانت في الأجواء، هل يمكن أن تطير طائرتان فعلا، يعني هذا السيناريو بنفس التوقيت وهذه الصور هي ليست للطائرة التي تقول أمريكا أنها استهدفتها؟ يعني أستاذ كمال، إذا كان هناك طائرتان دون طيار تحلقان بالوقت نفسه، يكفي أن رادارات المنطقة كلها تكشفها وتعرف أن هناك طائرتان، لا يمكن إخفاء هذه الواقع ولا بأي شكل من الأشكال. لذلك هذا الموضوع يعني ليس يعني قابلا لأن يكون حجة في وجه ما قدمته إيران من صور للحامل بوكسر والطائرة الأمريكية من دون طيار التي سقطت. التفاصيل الإيرانية كانت دقيقة، وأعتقد أن الخبراء في البنتاغون سوف يدركون ذلك. هناك توتر في المنطقة لا شك فيه، ومن الناحية العسكرية الولايات المتحدة الأمريكية لن تقدم على خطوة تصعيدية أخرى، لأن هذا العمل جرى كله في مضيق هرمز، وأن أي توتر في مضيق هرمز قد يرفع أسعار التأمين وربما يلغي التأمين وتنشأ أزمة نفط وتدفق نفط. يعني هناك محاذير كثيرة أمام وزارة الدفاع الأمريكية. هنا ألاحظ أستاذ كمال أن جون بولتون وبومبيو تراجعا في الأزمات الأخيرة لمصلحة البنتاغون الذي حتى الآن لا يوجد له رأس. يعني السيد إسبر سوف يتقدم من مجلس الشيوخ في خلال أيام القيامة المقبلة. يعني سيادة العميد، في شيء مدهش حقيقة، يعني نحن لسنا عسكريين، يعني أنا لست عسكريا، لكن في شيء مدهش، يعني طائرة مسيرة أمريكية حديثة الطراز من أفضل الصناعات الأمريكية، وأمريكا هي أفضل دولة في العالم في الصناعات العسكرية، تدخل أمتار إلى الحدود الإيرانية من زاوية قصوى وترصدها إيران وتسقط بشكل دقيق، وطائرة مسيرة إيرانية صناعة إيرانية تحلق وتصور كل هذه السفن دون أن يتم كشفها وإسقاطها، يعني أمر مثير للاستغراب بالقياس بين القدرات العسكرية والتكنولوجية والعلمية الأمريكية مقابل يعني إيران. يجب أن ننتبه كمال أن
الأجواء الإقليمية الإيرانية قريبة جدا، يعني وهناك حرية مطلقة للتحرك الإيراني في الأجواء الإقليمية، وخصوصا الطائرات من دون طيار والطائرات الاستطلاع، ويمكن لطائرات الاستطلاع من الأجواء الإقليمية اتخاذ مثل هذه التقاط مثل هذه الصور، وربما أكثر من ذلك يعني، وربما صور لجميع السفن والناقلات التي تمر في منطقة مضيق هرمز وبحر عمان. يعني القدرات التكنولوجية في التقاط الصور تتقدم بشكل مضطرد يعني، وهناك أبحاث في إيران يعني أجرت تطويرا كبيرا على الكاميرات، وهذا أمر يعني لم يعد سرا. لذلك الأمر ليس يعني أن هناك تفوق تكنولوجي إيراني على الأمريكي، لا أعتقد ذلك. الأمريكيين يدركون هذه الإمكانيات عن إيران، لكنهم ما يزالون يقللون من قدرة إيران في عملية القيادة والسيطرة واتخاذ مثل هذه القرارات في منطقة معقدة وصعبة مثل مضيق هرمز. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد ياس فرحات الباحث العسكري، كنت معنا مباشرة من بيروت، وأتحول إلى طهران، ومن هناك الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. دكتور حسن أحمديان، أيضا ماذا تتوقعون من تداعيات لهذه الصور؟ هل سنشهد أيضا معركة صور، إذا ما يعني استنادا لما يقوله البنتاغون أنه أيضا يملك صور لإسقاط المسيرة الإيرانية؟ نلاحظ أن البنتاغون بعد إعلان الرئيس الأمريكي إسقاط المسيرة الإيرانية أصدر بيانا لم يذكر فيه أن المسيرة التي جرى إسقاطها إيرانية، لم يذكر مصدر المسيرة. ثم بعد فترة تدارك الموقف وأعلن أنها إيرانية، ثم أعلنت إيران أن المسيرات الإيرانية يعني كل المسيرات عادت إلى الأرض ودون أي إشكالية. ثم ازداد يعني الخطاب الأمريكي، وأعتقد أنه الصور التي نشرت اليوم تثبت أعتقد أن الرواية الإيرانية، لأنه بطبيعة الحال إيران لا مصلحة لها في التقليل من الخطر الأمريكي في على حدودها، بل ربما مصلحة إيران في إظهار هذا الخطر للعالم وللداخل الإيراني، بغية زيادة التركيز الدولي على الخطر المتزايد الأمريكي. لذلك لا أعتقد أن الرواية الإيرانية فيها مصلحة إيرانية أمام إعلان يعني شيئا غير حقيقي من أنه المسيرة. لكن بشكل غير مباشر دكتور حسن أحمديان، عندما يرى العالم هذه الصور والرأي العام العالمي، وكأن إيران تريد أن تقول له بأن الأمريكيين مغفلون، وأن الرئيس الأمريكي قد يكون مضلل، وأن اليد العليا في هذه المنطقة هي لنا، ألا تعتقد أن هذا قد يمثل استفزازا للجانب الأمريكي، وبالتالي قد يزيد من حدة التصعيد في منطقة الخليج؟ أنا لا أعتقد أن الهدف الإيراني هو استفزاز الولايات المتحدة، بقدر ما هو ينصب في خانة إظهار القوة power projection أمام الولايات المتحدة، بالقول بأننا مسيطرون، يعني مدركون ما يحدث في المنطقة، نرى بالصور بدقة ما الذي يحدث، وفي ذلك ردع كبير أعتقد أمام التصعيد العسكري الأمريكي في المنطقة. نعلم أن الأسطول الخامس للقوات الأمريكية في المنطقة أيضا يعني حاضر في المنطقة ويرصد كل هذه التطورات. أمام هذا الحضور والناقلات يعني حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة، إيران تعلن وتظهر من خلال رصدها للمسيرة الأمريكية التي جرى إسقاطها، من إقلاعها حتى إسقاطها، ومن خلال هذه الصور ومن خلال أمور أخرى تظهر للولايات المتحدة أننا بمقدورنا إيذاء أي معتدي على الأرض الإيرانية، وأننا نرصد بدقة ولدينا القوة يعني للاستطلاع وللتحرك أمام أي أحد يعتدي على الأرض الإيرانية أو يتدخل أو يتحرك ضد السيادة الإيرانية الفضاء الإيراني. وأعتقد في ذلك يعني هو خطاب ردعي أساسا ليس استفزازي، لكن قد يستفز الرئيس الأمريكي
بطبيعة الحال. أشكرك دكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وتحول إلى مدير مكتب الميادين في واشنطن منذر سليمان. الموقف في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لا تعليق منذر، ولكن الموقف كيف سيكون بتقديرك؟ يعني لا شك أن الإعلام الأمريكي سيشكل نوع من الضغط على الأجهزة الأمريكية وعلى الإدارة الأمريكية بضرورة الرد على الأدلة التي قدمتها إيران. كان هناك تسريب بأنه لدينا أدلة من البيت الأبيض، قال دون ذكر المصدر، بأنه لدينا أدلة صلبة تؤكد روايتنا، ولكن حتى الآن لم تظهر هذه الأمور. طبعا حتى بيان الرئيس الذي أطلقه فيه أيضا مسائل مطروحة للتساؤل، خاصة عندما يذكر أن السفينة الحربية الأمريكية التي هي سفينة إنزال وهي جزء من مجموعة قتالية يفترض أن تكون وليست بمفردها عادة تبحر، كيف تم التواصل مع هذه الطائرة المسيرة وتحذيرها؟ يعني لا يوجد جواب حتى الآن، كيف يمكن أن تحذر طائرة مسيرة إلا إذا عرفت الجهة التي تسيرها وقمت بالتواصل معهم؟ فبالتالي حتى هذه المسألة مصدر تشكيك في الرواية التي قدمها حتى الرئيس ترامب. مضافا إلى ذلك أنه بداية بيان البنتاغون الذي صدر بعد حوالي 20 دقيقة من بيان الرئيس لم يذكر إيران بالاسم. صحيح. ولكن لاحقا تم التعليق على هذا الأمر بذكر إيران. إذن الأمر مبروك إلا أن يقدم الجانب الأمريكي أدلة واضحة على كيفية سقوط هذه الطائرة المسيرة التي اقتربت مفترض حوالي 1000 متر تقريبا من السفينة الأمريكية. وإذا كان سبق للأمريكيين أن قدموا بعض الفيديوهات حول أن زورقا إيرانيا كان لحرس الثورة كان ينزع أحد الألغام التي لم تنفجر من ناقلة سابقا، وكان هذا الأمر ليلا، فكيف نهارا جهارا يتوجب أن يكون لديهم؟ بالإضافة أن هذه السفينة الحربية لديها على متنها بحارة لأنها سفينة إنزال. نعم. وبالإمكان أخذ هذه الصور. يضاف إلى ذلك يقال الشيء الجديد الذي تم الكشف عنه أنها هي نفسها هذه تم وضع جهاز خاص فيها، جهاز يستهدف التشويش على الطائرات المسيرة والتي يمكن أن حرفها على الأنظار وأسقاطها. طبعا هذا جهاز جديد يتم الإفراج عنه، ربما يكون أحد أسباب الترويج لهذا الأمر يعني وللقدرة الأمريكية، يعني أحد أسباب تقديم. لكن بعيدا عن رواية الطائرة، وإيران بهذه الصور تقدم دليلا على أن لم يستهدف لها طائرة مسيرة، وقع هذه الصور بحد ذاتها أن هناك طائرة مسيرة إيرانية تصور بدقة عالية حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج وتحلق فوقها، وقع هذه الصور على البنتاغون، على الكونغرس، على الرأي العام، على وسائل الإعلام في الولايات المتحدة. عمليا القيادات العسكرية والمهتمين والمتابعين في الشأن الخليجي عموما وبالأمور العسكرية والسياسية يدركون أن إيران قادرة على ذلك وتقوم بذلك. الأمر الجديد هو أن يقدم للرأي العام، وبالتالي هنا مسألة جزء من الحرب النفسية أيضا في تكوين الرأي عام كيف ينظر للوضع. حتى الآن يعني بعيد الرأي العام تقريبا عما يجري إلا بتقديم الرواية الأمريكية والرواية التي تروجها وسائل الإعلام والتي هي أحادية الجانب بمعظمها يعني. ولكن ملفت أنه في هذه الحالة أجهزة الإعلام الأمريكية اضطرت إلى أن تقدم النفي الإيراني وتكرر عندما تقدم الرواية الأمريكية. طيب هل عرضت هذه الصور منذر في وسائل الإعلام الأمريكية؟ لا، حتى الآن لم يتم سوى الإشارة إلى البيانات الإيرانية والقول بأن لدينا أدلة، ولكن لم يتم حتى الآن. ولكن لاحقا ستأخذ بعض الوسائل بالتأكيد وتبدأ في طرحها. موضوع يعني هناك نوع من الفلتر دائما
المصفات التي يتم فيها طرح الأمور التي تتعلق بالسياسة الخارجية. وللأسف الإعلام الأمريكي أيضا رغم أنه منتقد للرئيس في الشؤون الداخلية أحيانا وحول بعض قضايا الشؤون الخارجية، لكنه في نعم في القضايا الخارجية في الأوسط وفي الخليج خاصة في نحو معسكر المقاومة هو داخل معسكر المقاومة دائما يكون هناك نوع من التصفية أو المصفات التي في الأخبار حقا. أشكرك منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن. في تطور ميداني آخر لافت استهدفت طائرات مسيرة مجهولة معسكر الشهداء التابعة للحشد الشعبي العراقي. خلية الإعلام الحربي أعلنت أن الاستهداف تم في منطقة أميرلي شرق صلاح الدين وأدى إلى جرح عنصرين من الحشد هذا، ونفى البنتاغون مشاركة القوات الأمريكية في الهجوم. عراقيا أيضا طالبت كتلة السند الوطني بمحاسبة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي على تهجمه على الحشد الشعبي. وقال رئيس الكتلة أحمد الأسدي أن العبادي حاول الاستخفاف بمنتسبي الحشد مؤكدا أن هيئة الحشد لديها الحق الكامل بمقاضاته، وأضاف أن العبادي حرم الحشد رواتبه شهرين كاملين وأن تهجمه عليه لا مبرر له. معي مباشرة من بغداد رئيس كتلة السند الوطني في البرلمان العراقي الأستاذ أحمد الأسدي. حياك الله أستاذ أحمد، وفي التطور الميداني الذي تسمح لنا أن نعلق عليه بداية، هل لديكم معلومات حول الطائرة المجهولة التي استهدفت معسكر الحشد الشعبي العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم المشاهدين الأعزاء. فيما يتعلق بالحادث الذي وقع فجر هذا اليوم أو بعد منتصف الليل من الليلة الماضية واستهدف معسكر الشهداء، كما أعلن بيان قيادة العمليات المشتركة أن هنالك طائرة مسيرة مجهولة قامت بإلقاء قنبلة أو رمانة يدوية محورة أو أي سلاح آخر على معسكر الشهداء التابع للحشد الشعبي الواقع بين قضاء طوس خرماتو و بين قضاء طوز وبين قضاء أميرلي في محافظة صلاح الدين. معلوماتنا من داخل المعسكر أن الحادث أدى إلى جرح عنصرين من عناصر الحشد الشعبي، ومباشرة وعلى الفور بدأت استخبارات الحشد وأمن الحشد تحقيقاتها في هذا الحادث لمعرفة التفاصيل، سواء فيما يتعلق بالجهة التي قدمت منها هذه الطائرة أو السلاح المستخدم في قصف المعسكر، وهي تأتي واحدة من مسلسل ومحاولات استهداف الحشد، فمرة يستهدف عسكريا ومرة يستهدف سياسيا ومرة يستهدف إعلاميا، خصوصا مع أننا إذا عرفنا يوم أمس وضعت وزارة الخارجية الأمريكية بعض قادة ألوية الحشد أمر اللواء 30 وأمر اللواء 50 في الحشد على قائمة العقوبات، وكذلك محافظ نينوى السابق ومحافظ صلاح الدين السابق الذين يعرف أنهم قريبون من الحشد الشعبي، وهذه جميعها نعتبرها استهداف لهذه. طيب أستاذ أحمد، الأمريكيون قالوا لسنا نحن من قام بها، إذن من؟ ما أسمعش أستاذ أحمد، تسمعني؟ طيب الأستاذ أحمد لا يسمعنا في هذه الأثناء، نرجو إصلاح الصوت بيننا وبينه ريثما يتم التواصل مرة أخرى مع أحمد الأسدي. إذن مشاهدينا كلنا نتحدث مع السيد أحمد الأسدي حول التطور ميداني آخر في العراق يتعلق باستهداف طائرة مسيرة مجهولة معسكر لقوات الحشد الشعبي في أميرلي. في العراق أيضا حيث خرجت تظاهرات في محافظة النجف جنوب بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية، تظاهرة التي دعا إليها تيار الحكمة رفعت خلالها الأعلام العراقية وشعارات تطالب بمحاربة الفساد. وأفاد مراسلنا بأن إجراءات أمنية مشددة ترافقت مع الاحتجاجات من بينها إغلاق عدد من الطرقات لتأمين حركة المتظاهرين. عودة مرة أخرى إلى ضيفنا في بغداد أحمد الأسدي. أستاذ أحمد، كنت قد سألتك إذا كان البنتاغون نفى مشاركة القوات الأمريكية في الهجوم، وهذا يعني أن الأمريكيين يريدون أن يقولوا أننا لسنا نحن من قام بهذا العمل، إذن من تقديراتكم أنتم أو المعلومات، من هو في تلك المنطقة قادر على إطلاق طائرة مسيرة لاستهداف قوات الحشد؟
للسؤال؟ طيب سنعيد السؤال مرة أخرى. الأمريكيون نفوا نعم مسؤوليتهم. من هو نعم سمعت السؤال. تفضل. نعم هي ليست المرة الأولى الحقيقة التي تستخدم في هذه الطائرات في مناطق العمليات، خصوصا في المناطق التي تتواجد فيها تشكيلات الحشد الشعبي بالإضافة إلى التشكيلات العسكرية الأخرى. هذه الطائرة أو الطائرات المسيرة هنالك أكثر من طرف قادر على استخدامها. بالتأكيد هنالك طيران التحالف الدولي الذي يستخدم الطائرات المسيرة، وهنالك أيضا قيادة العمليات المشتركة، وهنالك الحشد الشعبي، وهنالك بالتأكيد الجهات المعادية المعلنة واللي هي عصابات داعش الإرهابية التي كانت تستخدم هذه الطائرات حينما كانت متواجدة على الأرض ولديها إمكانية إطلاق هذه الطائرات وتسييرها وتوجيهها. أما اليوم فمع توجيه كل هذه الضربات لداعش وإنهاء كل تواجدها المباشر على الأرض، إمكانية أن تكون هذه الطائرة من داعش لا تزال بعيدة، ولكننا لا نستطيع أن نحدد الجهة المعادية التي تقف خلف إطلاق هذه الطائرة إلا بعد انتهاء التحقيقات. بالتأكيد حينما أذكر ذكرت الجهات التي تمتلك هذه الطائرات، بالتأكيد هي ليست جميعا جهات معادية. العمليات المشتركة تمتلك الطائرات، والحشد الشعبي يمتلك الطائرات، وبعض الأجهزة العسكرية والقطاعات العسكرية العراقية تمتلك الطائرات، ولكن حتما الطائرة جاءت من جهة عدوة كانت تريد استهداف الحشد، وهنالك معطيات أمنية لا يزال التحقيق يأخذها بعين الاعتبار. وأعتقد أننا من الآن إلى هذا المساء أو ربما غد على بعد تقدير سنستطيع أن نحدد الجهة المحتملة التي أطلقت هذه الطائرة والتي استهدفت هذا المعسكر، مع ملاحظة أن هنالك أطراف معادية للعراق وللحشد الشعبي أخذت بتسويق أخبار وتحليلات وتوسعت في مستوى الخسائر التي تعرض لها هذا المعسكر، حتى أن هنالك موقعا إسرائيليا تحدث أنهم استأذنوا الحلفاء على حد تعبيرهم باستهداف موقع للميليشيات التي تطور صواريخ باليستية وقد وجهت ضربة إلى هذه الصواريخ وما إلى ذلك. في معلومات في هذا الشأن تقول بأنه إسرائيل هي من استهدفت معسكر الحشد الشعبي، وأن الاستهداف كان لمخازن سلاح وتحديدا صواريخ، هل تنفون ذلك؟ نعم هنالك موقع إسرائيلي أشار إلى أن الاستهداف هو من قبل إسرائيل وعلى موقع لتصنيع وتطوير الصواريخ البالستية، وأنه تم تدمير هذا الموقع. فيما عدا أن هل هذا الاستهداف إسرائيلي أو لا، جميع الأخبار التي ذكرت هي أخبار كاذبة وعارية عن الصحة. لم يتعرض لهذا الموقع، هو ليس له علاقة بالصواريخ البالستية وليس هنالك أضرار كما تحدث عن هذا التقرير، وإنما هو معسكر للتدريب لمعسكر الشهداء لتدريب لواء 16 في الحشد الشعبي، والخسائر جريحين من أبناء الحشد الشعبي. طيب ننتقل للموضوع الآخر، خلفيات السجال إذا جاز لي أن أقول ذلك بينكم وبين رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ما هي خلفية أو مصدر الاتهامات التي توجهونها له؟ طبعا للأسف الشديد السيد العبادي ليست هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الحشد الشعبي، وإنما كان هذا الاستهداف من خلال الحديث الإعلامي المباشر حينما كان السيد العبادي رئيس الوزراء حدث هذا الاستهداف أكثر من مرة. هذه الاتهامات التي ساقها السيد العبادي هي تقبل احتمالين لا ثالث لهما. الاحتمال الأول أن تكون هذه المعلومات صحيحة وحقيقية، والسيد العبادي كان حينها هو القائد العام للقوات المسلحة وهو المسؤول المباشر عن هيئة الحشد الشعبي، وبالتالي يجب على الهيئات المختصة الهيئات الرقابية وهيئة النزاهة تقديمه للقضاء، لأنه مسؤول عن التستر على جريمة إخفاء 90,000 فضائي كما أشار السيد العبادي في تصريحه. والاحتمال الثاني أن تكون هذه المعلومات خاطئة ومكذوبة وغير صحيحة، وبالتالي على هيئة الحشد الشعبي والجهات المتضررة من هذه التصريحات رفع دعوة قضائية على السيد العبادي بعنوان التشهير واتهام مؤسسة عسكرية باتهامات غير صحيحة. طيب أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد الأسدي رئيس كتلة السند الوطني في البرلمان العراقي، كنت معنا مباشرة من بغداد.
في سوريا يضع تكرار الاعتداءات على حواجز أمنية وسيارات عسكرية في درعا، يضع التسويات المبرمة منذ عام كامل أمام تحد حقيقي ويفرض تحركا صلبا لمواجهة محاولات العبث بالاستقرار. هذا تقرير لمحمد الخضر. الاعتداء على حافلة الجيش السوري بين اليادود ومدينة درعا جنوبي سوريا لم يكن الأول من نوعه، لكنه قد يكون الأكثر دموية مع استشهاد 5 ضباط وإصابة 20 جنديا. اعتداء يدق ناقوس الخطر من تحرك خلايا نائمة ومتضررين من التسويات. أكثر من 10 اعتداءات بين تفجير عبوات وأطلاق نار على نقاط للجيش والقوى الأمنية السورية في درعا تحديدا خلال شهر. هناك في خلايا نائمة للتنظيمات الإرهابية لا زالت مرتبطة بالمحرك الأساسي لهذه الحرب الكونية اللي هي إسرائيل. الجغرافيا وما بدأوا فيها ببداية الأحداث، نشوف الأيدي الإسرائيلية موجودة، نشوف تواصل تلك المجاميع وعلاجهم في إسرائيل، الدعم اللوجستي، المعلومات، هذه كلها كانت من خلال إسرائيل. تزايد الحوادث الأمنية بات يهدد مناخ الاستقرار في المنطقة، لكن في المقابل لا تملك تلك المجموعات أيا كانت ارتباطاتها أفقا لتبديل الواقع الميداني. استنزاف وإشغال للجيش لا يطغيان على رغبة السواد الأعظم من الأهالي بالحياة. هذا يتطلب منا وعي مجتمعي، دور المجتمع في كشف تلك الخلايا، وعمل أمني بحت، لا يحتاج إلى أي عمل عسكري، لأن الموضوع لا يستاهل أنه عمل عسكري. الشهداء غاليين علينا، الشهيد الواحد قطرة الدم غالية علينا، لكن يجب أن تقاس الأمور بأفعال أو رد الفعل بما يتناسب مع الفعل. عام كامل مر على إنجاز التسويات في درعا والمنطقة الجنوبية، فترة استعادت المحافظة خلالها بعضا من حياتها السابقة على طريق التعافي الكامل. محاولات العبث بالتسويات في بعض المناطق من درعا تتطلب معالجة سريعة وجدية في مواجهة عناصر ترتبط بأجندات خارجية، معالجات لا تقتصر على استخدام القوة فقط، بل تفترض دورا مجتمعيا في مواجهة محاولات اللعب بأمن المحافظة. محمد الخضر، دمشق، الميادين. لمناقشة هذا الموضوع معنا من دمشق أمين سري مجلس الشعب السوري الأستاذ خالد العبود. أستاذ خالد، حياك الله بداية ومباشرة، ما الذي يجري في درعا؟ بداية أخي كمال لك التحية للسادة المشاهدين جميعا ولفريق العمل أيضا. في تقديري بأن ما يحصل في درعا له علاقة بالبدايات الاتفاق التسوية إن صح التعبير، والمصالحات التي حصلت والدور الذي لعبه الأصدقاء الروس. طبعا أنا أوجه التحية لأصدقائنا الروس لجهة الدور الذي لعبوه على مستوى جغرافيا الوطن السوري، لكن هناك خصوصية في درعا. يعني وأنا أصغي إلى تقريركم، أنا باعتقادي لا يكفي الدور المجتمعي الأهلي فقط، وإنما يجب أن نعترف بأن اتفاق التسوية أو التسوية التي حصلت والمصالحات التي حصلت هناك فيها طرفان، طرف الدولة التزمت بكل البنود التي خصت بها، في حين أن الأطراف الأخرى لم تزل تسيطر على بعض الجزر إن صح التعبير، 3 جزر تسيطر عليها في جغرافيا الجنوب السوري، وهذه المواقع التي تسيطر عليها في تقديري تحت رعاية الأصدقاء الروس، والأصدقاء الروس ما زالوا يتعاملون معها باعتبارها طرفا موضوعيا حقيقيا في المعادلة السياسية على مستوى الجنوب السوري، في حين أنها في جوهرها ليست كذلك. طب أستاذ خالد، المصالحات في كل الجغرافيا السورية اعتمدت على مبدأ تسليم السلاح نعم مقابل التسويات والإعفاءات وإلى آخره. في درعا الأمر كان استثناء؟ لا صديقي كمال، يجب أن نوضح للسادة المشاهدين، وأعتقد أن أهلي في درعا يسمعون هذا الكلام. هناك 3 مستويات للتسويات التي حصلت. 1، تسويات أن هناك كثير من أبنائنا المسلحين الذين حملوا السلاح تحت ظروف ما معينة في وجه الدولة، استوعبتهم الدولة، أخذت السلاح منهم وحاولت يعني حاولوا أن ينخرطوا من جديد إلى جانب القوات المسلحة السورية. منهم من يقاتل اليوم في إدلب، ومنهم من يلتحق مع مجموعات الدفاع الوطني وبعض المجموعات المقاتلة، هم يحملون سلاح الدولة
اليوم بعض المسلحين في الجنوب يحملون سلاح الدولة ويواجهون الإرهاب في أكثر من مكان. أيضا هناك مستوى آخر وهو مستوى إعادة إنتاج بعض أبناء المسلحين الذين حملوا السلاح في وجه الدولة وإعادتهم الصبغة المدنية إن صح التعبير، عادوا مواطنين عاديين. لكن هناك مستوى ثالث وهو أنه بعض المواقع، ثلاث مواقع في الجنوب السوري ما زالت هذه المجموعات تحافظ على هياكلها التنظيمية المسلحة وتعتبر أنها حتى اللحظة هي قامت ليست بمصالحات مع الدولة وإنما بتسوية لحظية، بمعنى أن المشروع لديها تماما تنظر إليه على أنه باعتباره هدنة. وهذه المجموعات، هذه الخلايا، هي بعضها ما زال مرتبط للأسف بغرفة الموك المصغرة، وما زالت تأخذ بعض الأوامر حتى من الأردن وحتى من الاستخبارات الإسرائيلية. في ظل هذا الحاصل من هذا الصمت، هذا السكوت، هذا التعامل إن صح التعبير من الضامن الروسي، خلى هذه المجموعات تقوم بمثل هذه الاعتداءات. على فكرة الاعتداءات ليست فقط على قواتنا وأبنائنا في القوات المسلحة، وإنما هناك اعتداءات حصلت على المدنيين. يا أخ كمال، هناك آلاف الهكتارات من القمح الذي أحرق في محافظة درعا لم يحرقها إلا هؤلاء. وبالتالي أنا ناشدت البارحة في بيان الأصدقاء الروس بأن يكونوا موضوعيين لجهة التعامل مع هذه المجموعات باعتبارها ليست طرفا سياسيا على مستوى الخارطة السياسية للوطن السوري، وإنما هي عبارة عن خلايا تشغل من الخارج. طيب حتى أنها اعتدت عفوا أستاذ خالد، حتى أنها اعتدت يا أخ كمال، آسف، اعتدت على القوات الروسية ذاتها. يعني مررت على بعض سيارات الشرطة العسكرية. على مسألة مهمة أستاذ خالد، ذكرت غرفة الموك. نحن يعني غالبية المتابعين للشأن السوري تعاملوا أو يتعاملون مع هذه الغرفة أنها من الماضي. غرفة الموك هل لا زالت موجودة؟ وتحدثت عن إسرائيل، ونريد أن نعرف هل فعلا لها دور في ما يحدث في جنوب سوريا في منطقة درعا لحساسية المنطقة هناك. وتعرف جرت معركة كبيرة عند تحرير درعا على موضوع النفوذ الإسرائيلي والتدخلات الإسرائيلية. نعم، بدنا نميز أخي كمال، وأتمنى لأهلي في حوران أن ينتبهوا لهذه المعلومة أو هذا المعطى إن صح التعبير. الموك كغرفة عمليات مشتركة استخباراتية نشطت جدا وتضخمت وكبرت وأخذت دورا كبيرا في ظل العدوان الحاصل على سوريا، لكن هذا التعاون لم ينعدم بين الاستخبارات الأردنية والاستخبارات الإسرائيلية. راجع مثلا اتفاق وادي عربة، لاحظ مثلا اليوم ماذا يحصل لأهلنا في الجنوب، كيف يحاصرون لجهة منتجاتهم الزراعية والغذائية التي يحاولون أن يوردوها أو أن يصدروها باتجاه الأردن. أنا في تقديري لم تزل لدينا معلومات تقول هذه الغرفة التي تحولت بشكل أو بآخر إلى منصة جديدة ما زالت تعطي الأوامر وما زالت تعتبر أن هذه المفاصل المشتبكة فيها مع الدولة السورية ملفات يمكن أن تصرف في السياسة، لذلك تحاول أن تضيق على الدولة السورية. أنا أقول لك أنها لا تعول على إسقاط النظام بين قوسين كما كانت تفعل سابقا، لكنها تعول على إبقاء حالة السخونة في المجتمع الحوراني، كي يبقى المجتمع الحوراني مجتمع غير مستقر وغير آمن، بمعنى أن لا يذهب بعيدا فيما عملت عليه وفعلت من أجله الدولة لجهة استقرار وأمن هذا الجنوب. تحاول هذه الخلايا الاستخباراتية إن صح التعبير في غرفة الموك حتى في من قبل الموساد الإسرائيلي وأجهزة استخبارات إسرائيلية أخرى، تحاول أن لا تترك هذا الجنوب باردا. لماذا يا أخ كمال؟ لأنها ترى فيه ملفا يمكن أن يشكل عامل ضغط على الدولة السورية من أجل العودة إلى طاولة مشتركة دولية والضغط باتجاه العودة إلى قواعد اشتباك 74. هذه ملفات كلها مركبة من أجل الضغط على الدولة السورية أولا وأخيرا. طيب ذكرت حضرتك يا أستاذ خالد طبعا بصفتك الاعتبارية كأحد وجهاء الحوران، وأيضا بصفتك السياسية كأمين سر مجلس الشعب بمخاطبة الروس. ماذا تريد يعني المعالجة كيف يجب أن تكون، كيف هي الآن وكيف يجب أن تكون من وجهة نظرك؟ مع المحبة الشديدة للأصدقاء الروس والدور الذي يلعبونه على الأرض،
أنا الآن أتحدث باسم من انتخبني في حوران أقل ما في الأمر، أن الأصدقاء الروس لعبوا دورا هاما جدا على مستوى الجنوب، لكن ما زال الأصدقاء الروس يتعاملون، أنا باعتقادي لديهم نقص في المعلومات، نقص في المعطيات الميدانية، هم ما زالوا حتى الله. أنا أفرق بين المستوى السياسي للأصدقاء الروس والاستخباراتي وبين ما يحصل في الميدان الآن. يعني خذ على سبيل المثال، يتعاملون مع بعض المجموعات المسلحة التي لم ترمي السلاح حتى اللحظة والتي تحمله بعيدا عن غطاء الدولة في درعا البلد، يتعاملون معها باعتبارها طرفا أهليا مجتمعيا، في حين أنا باعتقادي أن الأمر يجب ألا يكون كذلك. لماذا؟ لأن هذا الاعتبار وهذا التعاطي مع هذه المجموعات باعتبارها جزء من مجتمع أهلي مدني هو الذي دفع باتجاه اللا استقرار، وهو ذاته الذي دفع باتجاه اللا أمن. لهذا أنا وجهت ندائي إلى أصدقائنا الروس الذي أوجه لهم التحية بأنهم يجب أن ينتبهوا إلى هذه الخصوصية وإلى هذا المعطى، ويجب أن يتعاملوا مع هذه المجموعات باعتبارها تحمل السلاح بعيدا عن الدولة. ما هي مطالبنا؟ مطالبنا من الحكومة السورية ومن الأصدقاء الروس أن تتدخل الدولة، أن تتدخل الحكومة، أن يتدخل السلاح الوحيد، ألا يبقى هناك سلاح إلا تحت يد الدولة وسلطة الدولة. لماذا أنا منحاز للدولة يا أخ كمال؟ أيضا الدولة لم تخطئ في الجنوب منذ الاتفاق، منذ عام حتى اليوم لم تخطئ، على العكس التزمت بكل البنود، التزمت بالاتفاق كاملا، بالتسويات، بالمصالحات، بكل شيء. إذن الدولة، أنا اختبرت الدولة في الجنوب فكانت ناجحة، وكان السلاح في يدها غير جارح. طيب خالد، بالنسبة تشخيصك كان للمسألة بأن يعني هناك محاولة للمشاغبة أو لإبقاء ملف الجنوب ساخنا لأهداف سياسية وأيضا تتعلق بالإقليم، هل هذا ما يجري الآن في الجنوب السوري هو عند هذا الحد أم أن هناك تطور للأحداث الأمنية والعسكرية هناك؟ لا، في تقديري أخ كمال يجب أن ننتبه. مثلا خذ على سبيل المثال، يتحدث البعض عن وجود جبهة النصرة إن كان في طفص أو كان في درعا البلد. في بصرة وهو الموقع الثالث هناك بقايا لما يسمى، أو دعني أقول السيطرة لما يسمى جزء من الجيش الحر. أنا في تقديري لا، عم يتم تضخيم بعض العناوين في السياسة. خذ البعض يتحدث عن وجود قيادات عسكرية في الائتلاف مثلا موجودة في درعا البلد. إذن يراد لهذه الصيغ، يعني في اللحظة التي نشم رائحة بأن هناك من يريد أن يرفع القرار الدولي عن جبهة النصرة في إدلب وتوابع إدلب، هناك من يحاول أن يعوم اليوم عنوان جبهة النصرة في الجنوب السوري. لهذا أنا باعتقادي الشغل ليس شغل فقط له علاقة بجغرافيا الجنوب، أي شغل موضعي من تلقاء ذاتهم، من تلقاء ذات أهلنا في الجنوب. لا يا أخ كمال، أهلنا في الجنوب ضحك علينا 8 سنوات ونيف على أن هناك ثورة، قتل أبناؤنا، دمرت بيوتنا، للأسف نهب كل ما لدينا وما ملكناه عشرات السنوات الماضية. لا نريد أن يضحك علينا اليوم تحت عناوين جديدة، هذا ما نريده من الحكومة السورية ومن الصديق الروسي. طيب أستاذ خالد العبود، في الختام ونقطة أخيرة تتعلق بالعشائر في حوران، المجتمع في جنوب سوريا مجتمع عشائري، أي دور يمكن أن تلعبه هذه العشائر في موضوع المعالجة أو في التأزيم؟ عظيم جدا أخي كمال، يجب الانتباه إلى أنه البنى الاجتماعية، وهنا أنا بدي أحكي شوي باختصاصي، يعني البنى الاجتماعية عندما رفع السلاح في مطلع 2011 البنى الاجتماعية تغيرت، والقوى الاجتماعية في خرائطها الأساسية قد تبدلت. هناك بنى اجتماعية كمال لا تغيب عن ذهنك وذهن السادة المشاهدين، المجتمع الحوراني مجتمع عشائري له خارطة اجتماعية معينة، لكن هذه الخارطة ضربت في عمقها عندما رفع السلاح واستبدلت الاصطفافات الاجتماعية. خذ على سبيل المثال رأس
في عشيرة مثل بيت الزعبي، أهلنا في بيت الزعبي كان يتحدث واحد منهم فتسكت العشيرة كاملة. اليوم لا، عندما رفع السلاح للأسف ودخل الدولار، دولار الغاز والكاز والسلطة الأمريكية وغرف البنوك والدعم الخارجي، غابت مثل هذه مثل هؤلاء الوجهاء، ولم يكن لهم مفعول كما نريد وكما نتمنى وكما أملته تاريخية المنطقة. لهذا أنا باعتقادي البنى العشائرية مصابة، مكلومة في هذه اللحظة. ولو أننا نعول، خذ مثلا في مكان مثل داعل، داعل التي تصدى بعض أبناء العشائر هناك من أجل مصالحات وتسويات وقتلوهم، اعتدوا عليهم واغتالوهم في قبل أيام قليلة. لهذا أنا باعتقادي لا، نحن نحتاج اليوم لواحد أن يتفهم الصديق الروسي مع المحبة والتحية حقيقة الذي يحصل. اثنين، أن لا يبقى سلاح خارج إطار الدولة، الدولة هي المسؤولة عن السلاح. طيب، كي نستطيع أن هناك نوايا أستاذ خالد حتى نختم، في نوايا معالجة سريعة لملف الجنوب، أيضا السويداء فيها شيء شبيه من هذا يعني. نعم، أنا باعتقادي أن الصديق الروسي وصلته رسائل هامة، وهو يتعامل مع هذا المعطى الآن تعاملا جديا، إذ أن هناك جملة اعتداءات تمت عليه، البعض أعلن عنها والبعض الآخر لم يعلن عنها. لكن بالنسبة للسويداء، أنا في تقديري أن الدولة لا أقول متراخية يا أخ كمال، لا، الدولة لا تريد أن تستعمل العنف في مواجهة بعض الظواهر الحاصلة في السويداء، لا تريد أن تستعمل العنف. لماذا؟ لأنه سيؤخذ عليها أنها استعملت العنف في لحظة من اللحظات. طيب، أنا أهيب بأهلنا في السويداء، أتوجه إلى أهلنا في السويداء أنهم يجب أن البعض منهم أن يرفع الصوت لجهة أنه يجب أن تكون الدولة حاضرة. تقول لي القانون موجود ويجب على الدولة أن تطبق هذا القانون. نحن في ظروف استثنائية يا أخ كمال. نعم هناك قانون وهناك سلطة للدولة وهناك سلاح في يد الدولة، لكن علينا أن نتذكر أن هناك لحظة غير مستقرة تمر بها المنطقة وسوريا خاصة، وبالتالي يجب أن لا نسمح لأحد أن يصطاد في الماء العكر أو أن يصطاد تحت مظلة سلاح الدولة وعنف الدولة القانوني عندما تستعمله في وجه أي مواطن. أستاذ خالد العبود من سر مجلس الشعب السوري من دمشق، أشكرك جزيل الشكر. هذه النشرة انتهت، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.